ولكن يبقى السؤال الأعظم إخوة الإيمان، كيف ينظر المسلم إلى تغيرات الأحوال حتى يبقى راضياً راسخاً كرسوخ الجبال؟ تعالوا واسمعوا معي لهذه الآية، لكن اسمعوها بقلوب واعية. يقول الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. الله أكبر. قال: ثم استوى على العرش يدبر الأمر. أجل يا عبد الله، فبينما أنت في قلقك فهناك من يدبر أمرك، بينما أنت في خوفك هناك من يدبر أمرك، بينما أنت في عجزك هناك من يدبر أمرك، بينما أنت في ضعفك هناك من يدبر أمرك، فهو أعلم بك منك وأرحم بك منك سبحانه. وليت شعري كيف بعد هذا يقلق أهل الإيمان وهم يعلمون أن تدبير الكون والزمان بيد الله القوي العظيم الرحمن. إنه الله، الله الذي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. إنه الله الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويسعد ويشقي ويفقر ويغني. إنه الله الذي يكرم ويهين، يجيب داعية ويعطي سائلة ويفك عانية، يشفي سقيمة ويستر عيبة ويغفر ذنبة ويفرج كربة. إنه الله، الله الذي يرفع أقواما ويضع آخرين ويدبر أمر الخلائق أجمعين. سبحانه كل الأمور بيديه ومصير كل العباد إليه. لا إله إلا الله. لله في الخلق ما اختارت مشيئته، ما الخير إلا الذي اختاره الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته. ما لامرئ فيما قضى الله، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. تجري الأمور بأسباب لها علل، تجري الأمور على ما قدر الله. إن الأمور وإن ضاقت لها فرج، كم من أمور شداد فرج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله، كلمة ما أعذب الكلمة. الله، اسم ما أحسن الاسم. الله جلال ما أجل الجلال. الله عظمة فما أحقها من عظمة. الله كلمة، كلمة حلوة في النطق، عذبة في السمع، حبيبة إلى القلب، قريبة إلى النفس، ساكنة في الوجدان، منقوشة في الفؤاد. الله، باسمه نلجأ ونرجو، وبعظمته نسمو ونجدو.